مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج بتوقيت عدن. حلت قبل أيام ذكرى ثورة 11 من فبراير، والتي انطلقت في العام 2011 بالتزامن مع ما سمي بالربيع العربي الذي شهدته بعض الدول العربية، حيث خرج حينها الشباب للمطالبة بحقوقهم المشروعة. إلا أن أحلامهم وتطلعاتهم اصطدمت بانتهازية الإخوان الذين استغلوا، وبحسب مراقبين استغلوا حماس الشباب لتنفيذ أجنداتهم السياسية وتسهيل الطريق أمام وصول الحوثي إلى الحكم. ومنذ ذلك الحين تعيش البلاد أسوأ أزمة إنسانية. فهل من المبرر الاحتفال بذكرى هذه الثورة؟ ولماذا ما زال يتغنى بها قيادات الإخوان؟ بالتزامن مع حلول ذكرى انتفاضة 11 من فبراير عام 2011، أطل أخوان اليمن، أو من يسمون أنفسهم قادة للثورة، من مختلف عواصم العالم لتهنئة اليمنيين. تنظيم الإخوان الإرهابي، وبعد فشله في التحضيرات للاحتفال باليوم المشؤوم في تعز ومأرب، حول مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة للعراك والاشتباك مع اليمنيين الذين سخروا من دعوة الإخوان لهكذا احتفال بثورة كانت دليلا على نكبة قذفت البلد لأسوأ أزمة إنسانية في العالم. ناشطون يمنيون اعتبروا ذكرى 11 من فبراير فرصة لمكاشفة اليمنيين بحقيقة اختطاف الإخوان لأحلام الشباب وتسليم البلد لوكلاء إيران في صنعاء كهدية سرية غير معلنة. واعتبر الناشطون الثورة مسارا حرفه الإخوان للركوب على أحلام الشباب وإدخال البلاد إلى نفق مظلم، سيما أنهم وبمخططات خبيثة أخرجوا الكهنوت من كهوف صعدة إلى سدة الحكم كنتيجة بديهية لمخطط الفوضى الذي تبناه تنظيم الإخوان الإرهابي تحت مسمى الربيع العربي. حزب الإخوان وأعوانه في اليمن استغل الفقر كنقطة انطلاق لهم تدفع الشباب للمشاركة بالثورة الباهتة من خلال الترويج إلى أن الثورة ستقضي على الفقر وستنهي الفساد، إلى غير ذلك من الوعود المبتذلة التي استهلكت مشاعر اليمنيين اليائسين. لكن الواقع اليمني شاهد على أكبر أزمة إنسانية في العالم، ويشهد المجتمع اليمني بأسره على هروب قادة تنظيم الإخوان الإرهابي، أو من يسمون أنفسهم قادة الثورة، مع أسرهم للخارج ليواصلوا المتاجرة بقضايا اليمنيين وسط عيشهم برفاهية ورغد. وباتت ثورة 11 من فبراير محطة فاصلة لإدراك اليمنيين حجم الصفعة التي تلقوها من قبل الجماعة الدينية الحوثي والإخوان بعد أن مارست بحقهم أبشع أنواع الانتهازية، مستغلة بساطتهم لتحقيق مصالح سياسية ضيقة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي من عدن فهد الخليفي المحلل السياسي، ومن القاهرة يحيى العابد أيضا المحلل السياسي. مساء الخير لضيفي. دعني أبدأ معك سيد فهد الخليفي. منذ عام 2011، منذ فبراير 2011 انطلاق هذه الثورة، ثورة 2011، ما الذي تحقق من المطالب التي خرج الشباب حينها للمطالبة بها؟ طيب، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، لا يسمعني جيدا فهد الخليفي. سأعود لك. دعني أحول هذا السؤال لضيفي الآخر من القاهرة يحيى العابد. مرحبا بك سيد يحيى. ما الذي تحقق من المطالب التي خرج بها شباب ثورة فبراير 2011 حتى اليوم؟ بداية تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الغد المشرق وبرنامج بتوقيت عدن. أعتقد أنه من حيث المبدأ، عندما سمعت التقرير في بداية الحلقة أنهم يتحدثون عن ثورة، أعتقد أن الثورة دائما تكون إذا كان هناك وضع سيء فتكون هناك ثورات للوضع الأفضل. ثورة 26 سبتمبر كان وضع إمامي مقيت، وبها كانت التحرر وبناء اليمن الجديد، إضافة إلى ثورة 14 أكتوبر للوجود الاستعماري والتحرر منه وبناء عدن، وكان البناء الذي صنع المستقبل لجنوب اليمن. فهذه كانت نكبة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ما يعيشه الشعب اليمني من جوع وتشرد ومرض واعتقالات وامتهان كرامة، بالذات في العاصمة صنعاء جراء وجود الحوثيين. أعتقد أنه كفيل أن نعرف أن هذه النكبة كانت الحالة المقيتة والسلبية
في تاريخ الوجود اليمني بشكل عام. وعندما نتحدث أنه الإخوان المسلمين هم من سطوا على هذه الثورة وعلى حلم الشباب، من حيث المبدأ لا توجد ثورات بالجملة. ما حدث في أواخر 2010 وبداية 2011 هي ثورات بالجملة في إطار مخطط القرن الأمريكي وما تريد أن تصنعه في المنطقة العربية، وجزء من تفاصيلها هو الفوضى الخلاقة. نعرف أن الأخوان المسلمين هم من كانوا فيما يسمى بالثورات في ليبيا، في سوريا، في تونس، في اليمن، ونتائجها معروفة. ومن سيطر على الحكم في هذه المناطق في تلك الفترة هم معروفين، الأخوان المسلمين. لا يوجد حلم شباب وإرادة شباب. كان الشباب اليمني أيضا مقلد لثورات الخارج، يعيشون الآن حالة الاكتئاب أن ثورتهم فشلت لأنهم كانوا فاشلين من البداية. أي ثورة لا تحمل أهداف، لا تحمل مبادئ، لا تحمل قيم، لا تلبي الرغبات وتطلعات الشعب اليمني، فهي فاشلة. ما شاهدنا في المشهد الإعلامي لما تسمى بالثورة لم نشاهد إلا تصدر الإخوان المسلمين وعلي محسن الأحمر وعيال الأحمر وصعتر وهذا الذي ممكن أنهم يضحوا بكل الشباب اليمني من أجل تحقيق مشروعهم والوصول إلى النتيجة. أن تسمع الآن في هذا العام أصوات من هذه القيادات الإخوانية تتراجع وتتحدث بالوجع اليمني تعتبر حالة إيجابية، وإن كانت لا تبرر أو تكفر عن خطاياهم للدم اليمني الذي يسفك، للوجع اليمني الذي نعيشه، لحالة التشرد، لما يعانيه أبناء الشعب اليمني في الداخل جراء هذه النكبة التي لا يوجد أحد مستفيد منها إلا الحوثيين الذي سيطروا على صنعاء وعدد من عواصم المحافظات، وبقية الشعب يعيش الباس ولا يعيش حتى لا يجد قوت يومه أو حتى مرتبه. ولكن ماذا كان هدف الإخوان حينها استغلالهم لحماسة الشباب إن لم يكن الهدف هو إحداث إصلاحات في البلاد؟ هي منظومة. الإخوان المسلمين حركة مرتزقة، حركة إرهابيين، حركة كاذبين، حركة عصابات ملفقة تريد أن توهم العالم بأن هذا الدين هم من يفتوا فيه، هم من يبررون. عندما جاء خالد بن الوليد والرسول صلى الله عليه وسلم إلى ساحة الجامعة فتعرف أن هذا كانوا يبيعون الوهم للشعب اليمني. عندما يأتوا بخروف مكتوب عليه ارحل ويقول لك هذا ولد على أساس ارحل، يعني استطاعوا أن يستغفلوا عاطفة الشعب اليمني والشعوب العربية التي عانت من هذه النكبة الكبيرة. هم لا يريدون شيء، هم ينفذون الأجندة الأمريكية، المشروع الأمريكي، مشروع القرن الأمريكي الذي كان جزء منه إسقاط نظام صدام حسين في العراق، الذي جزء منه الاجتماعات التي بدأت في 2004 تحت عنوان أمريكا والعالم الإسلامي وعقدت على أعوام مختلفة من 2004 في الدوحة، هي جزء من هذا المنظومة. عندما نقول أن أمريكا خططت وقطر مولت والإخوان المسلمين هم نفذوها فهي حقيقة واقعة. وإذا كانت ذاكرتنا مثقوبة ولا نعرف أين وجود الإخوان المسلمين سواء في تونس أو في سوريا أو في اليمن أو في مصر الذي حررها الله بقيادات بطلة، فأعتقد أن احنا سنكون عمي. ما يحدث الآن هو وعي جماهيري وشعبي لدى كل أبناء الشعب اليمني أن هذه كانت أكبر لعنة في تاريخ اليمن. عندما أتحدث عن الثورات ويقول أنني امتداد لثورة 26 سبتمبر، عندما أكون امتداد لثورة 14 أكتوبر، عندما أسقط أهداف الثورة اليمنية من صحيفة الثورة اليمنية وأقول أنا امتداد لها، فهو الكذبة الكبيرة نفس ما يردده الحوثيين أن ثورة 26 سبتمبر 21 سبتمبر أو لعنة 21 سبتمبر التي مارسوها في اليمن هي تصحيح للثورة اليمنية. أي تصحيح؟ إذا كانت ثورة لا تلبي تطلعات الشعب، لا تمنح الشعب حريته، ديمقراطيته، إرادته، توفير لقمة عيشه، توفير كرامته، فهي نكبة بمعناها الكامل والصحيح، وجزء كما قلنا من المخطط الأمريكي. وإذا كان مخطط القرن الأمريكي والربيع أو الفوضى الخلاقة هي هذه المنظومة التي تغاضينا عنها وذهبنا إلى أحلام الشباب. الشباب أيضا هم كانوا لصوص لهذه الثورة. لا يوجد هناك شاب من اليمنيين المستقلين الذين كانوا واجهة
لهذا الحدث الثوري العظيم. كلما كنا نشاهد توكل كرمان التي صفعها محافظ محافظة البيضاء بإلغاء الحفل، وكنا نشاهد خالد الأنسي، ونشاهد هذه الأصوات التي أصبحت تنهج من تركيا أو من قطر. لا يوجد شخصية عليها القيمة يمكن أن تحترمها وتقول نحن سأصحاب مشروع ثورة وعملنا من أجل الوطن. هم عملوا من أجل مصلحتهم، من أجل نفسهم، من أجل أن يحققوا أحلامهم. وإذا كانوا جادين في حكاية الثورة ومشروعهم الثوري وحريصين على الدماء التي قالوا أنها سالت بسبب النظام في ذلك الحين، لم نسمع صوت واحد في 11 فبراير يطالب بملف جمعة الكرامة، لأنهم يدركون أنهم كانوا هم القتلة وهم المجرمين وهم الجلادين وهم من بفتوى أخوانهم المسلمين وعلماءهم الدجالين كانوا من أباحوا هذه الدماء ولعبوا بالقضية الذي يريدها. أنا كنت مع التغيير، عندما مع التغيير لست في الساحات، ولكن أي حلم للتغيير إلى الأفضل كان جميل، لكن أن تسقط نظام ولا تسقط فاسدين هنا المشكلة. المشكلة كان هناك فساد وكان هناك مشاريع في البلد، الآن فساد ولا لا يوجد مشاريع والتغيير حدث، هذه المشكلة الحقيقية. وأعتقد أن التغيير حدث للأسوأ سيد يحيى العابد، وهو الوضع الذي تعيشه البلاد الآن. نتحدث عن أسوأ كارثة إنسانية بحسب تقارير الأمم المتحدة، وبالتالي بعد كل هذه السنوات وبعد مآلات ما سميت بثورة فبراير، لماذا ما زلنا نشاهد بعض القيادات الإخوانية تتغنى بهذه الثورة وتعيد الاحتفال بها سنويا، بل وتطالب من هم في داخل اليمن الشعب اليمني بالاحتفال وإحياء ذكرى هذه الثورة؟ يا أستاذ العزيز، من يشاهد من تسمى توكل كرمان وهي بصحن المرق في ساحة الجامعة أو ما تسمى بساحة التغيير، ويشاهدها اليوم من المرق إلى الكابتشينو إلى البانيه إلى اللاتيه إلى هذه المسميات التي جاءت من أمريكا ومن الغرب، يعرف ما هي الفائدة. من يشاهد الأموال التي تحصل عليها هذه المرتزقة الكبيرة يعرف أنهم استفادوا تغيير حقيقي لصالحهم. الفلل الذي معهم في تركيا وفي قطر وفي أمريكا وفي بريطانيا هم المستفيدين. لا يوجد شخص يمتلك قيمة واحترام وفكر في المواطن اليمني. لم نسمع من هذه الأصوات من ناهضت الحوثي أو قالت نجدد الثورة من أجل أن نستعيد صنعاء ونقود توجه لإسقاط الحوثي. لا يوجد من يوجه رفاقه الذين ذهبوا إلى الساحات في 2011 أن يذهبوا ويقولون لعبد الملك الحوثي المجرم القاتل الجبان ومجموعته ارحل. لا يوجد. لماذا؟ لأنهم جبناء. من يمتلك قضية، من يمتلك إرادة، من يمتلك ثورة حقيقية هدفها الشعب اليمني ومصلحة الشعب اليمني، ببساطة وبكل سهولة سيواصل مشواره. لكن أن تكون حالة فيسبوكية أو حالة في تويتر تقل أدبك وتثبت أن هذه الثورة الفبرايرية هي كانت للأسف الشديد. طيب، التغيير حدث في أخلاقنا، الناس أصبحوا الألفاظ السوقية أصبحت هي المتداولة، القيمة واحترام وتبجيل الكبير أصبحت معدومة. لقد كان تغيير في أخلاق المجتمع، وهذا مستفاد منه المظلومين في من الربيع العربي. طيب، دعنا نشرك معنا في هذا الحوار فهد الخليفي المحلل السياسي من عدن، يعود إلينا من جديد. سيد فهد الخليفي، هل تسمعني جيدا الآن؟ أهلا وسهلا، أسمعك زين. يعني دعني أنقل لك بعض مما تحدث به ضيفنا من القاهرة يحيى العابد. الحديث عن أن الثورات دائما تؤدي إلى الأفضل، وكمثال ثورة 26 سبتمبر وأيضا 14 أكتوبر، لكن ما حدث مع ثورة فبراير عام 2011 هي أنها حولت البلاد إلى الأسوأ، أو قادت البلاد إلى الأسوأ. بالتالي هل يصح تسميتها ثورة أم أنها نكبة كما وصفها ضيفنا من القاهرة؟ أهلا وسهلا أخي الفاضل بك وبكل المشاهدين في قناة الغد المشرق. ثورة 11 فبراير كانت ثورة شبابية في البداية، وهدف حقوقية وهدف استحقاق للشعب، يرى أنه غيب
أو ظلم في المشاركة في الحكم أو في السلطة أو في الثروة، ولكن الكارثة الذي حولت تلك الثورة الشبابية إلى نكبة هو تسلق بعض التنظيمات الدينية المؤدلجة وعلى رأسها تنظيم الحوثيين لا شك على هذه الثورة حتى أفرغها من محتواها، بل أن هذه الثورة شارك فيها من كانوا طوال الفترة الماضية هم شركاء نظام صالح آنذاك، وهم تنظيم الأخوان لا شك في ذلك والجميع يعلم ذلك. طوال الفترة الماضية كانوا مشاركين في الحكم، فعندما انطلقت ما يسمى ثورة الشباب أو التي تواكبت مع ما يسمى بالربيع العربي تسلقت عليها تلك القوى التي كانت شريكة للنظام السابق وأصبحت جزء من هذه الثورة حتى أفرغتها من محتواها. أنا أتمنى أن نتحدث بوضوح وبدون الإساءة المتكررة أو أظهار أننا كنا في نظام ملائكي ونظام جيد، إطلاقا لم نكن، وحتى نحن في الجنوبيين سبقنا هذه الثورة بسنوات ولا شك نضيفك يعرف هذه الكلام. نحن اليوم خلافنا أن هذه الثورة تحولت إلى نكبة بوجود هذه التنظيمات، وجميعنا يعلم أن النكبة الكبرى أو الطامة الكبرى هو وصول الحوثيين من جبال مران وكهوف مران إلى الحكم في سدة السلطة في صنعاء، أتى عبر هذه الثورة. نعود قليلا، من سهل إلى الحوثيين وصولهم إلى هذه الثورة؟ ولا شك أن الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب الإصلاح وكثير من الأحزاب التي اللقاء المشترك التي كانت جزء من هذه الثورة قبلت مشاركة الحوثيين في هذه الثورة. الحوثيين انقلبوا على الجميع لا شك، تغلغلوا في صنعاء ودخلوا وشاركوا في البداية كمظلومية صاعدة وتشدقوا بها طوال فترة الحوار الوطني وطوال الفترات السابقة أنها مظلومية صاعدة، وحتى استغلوا وجود هذه الثورة التي أفرغت محتوى الثورة الحقيقية إلى نكبة حقيقية بوصول تنظيم الحوثي الإرهابي الرافضي إلى سدة الحكم الذي اليوم كلنا نعاني منه في الجنوب وفي الشمال لا شك في ذلك. نحن في الجنوب ربما لدينا معايير أخرى أو لدينا مسار آخر مستقل في هذه الثورة أو في هذه الحرب، أو كنا رعيد الأول أو السباقون في هذه الحرب، ولكن نعود إلى جزئية الثورة فأن الثورة استغلت من كثير من الأحزاب التي أصبحت شريكة في السلطة خصوصا بعد عاصفة الحزم وانفردت بالقرار فيما في الشرعية السابقة، وجميعنا يعلم الأخفاقات الكبيرة سواء السياسية أو العسكرية أو حتى على المستوى الإعلامي في مواجهة الحوثيين. ولكن نكبة ثورة فبراير أو ما أنا أسميها بالمصطلح الشخصي هي نكبة فبراير، لأنها مكنت حزب تنظيم الحوثي الإرهابي من الحكم والسيطرة حتى أصبح خطره الأمني ليس على الشمال أو على الجنوب بل على المنطقة برمتها، ورأينا اليوم الأحداث كيف تغيرت وكيف أصبح الحوثي سلطة يفاوض الجميع ويرسل الطائرات المسيرة والصواريخ هنا وهناك. إذا كانت نكبة وأوصلت الحوثي إلى الحكم والحوثي أوصل البلاد إلى ما هي عليه من سوء الآن، ف ما مبرر احتفال البعض بذكرها حتى اليوم؟ أنا لم أرى احتفالات إلا من توكل كرمان أو من دخل في فلكها لا شك في ذلك. أنا لم أرى، عندنا في الجنوب لا رأينا، بل رأينا أن الأخ سلطان الأرادة عضو مجلس القيادة محافظ مأرب منع هذه الفعالية، والأمانة أنا أجد له المبرر في ذلك. الشعب يا أخي يموت جوع والمأرب مليانة من النازحين، وتأتي لي بفنانة أو فنان من هنا وهناك وتصرف عليها الملايين من أجل ماذا؟ والمضحك المبكي أنه ليس من أجل دعم الفقراء أو النازحين في مأرب أو في المناطق المحرمة، بل من أجل مساعدة الدول المنكوبة في تركيا وسوريا نسأل الله لهم الرحمة. ولكن الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أحرى بك أن تدعم أهل المنطقة التي يتضورون جوعا، هذا هو الحقيقة. وأنا أدعم كل ما اتخذه الأخ سلطان الأرادة للأمانة في مأرب. أما عندنا في الجنوب لم يحصل احتفالات، حصلت احتفالات ربما فيسبوكية أو تويترية تناقلت ما بين الدوحة وتركيا فقط لا غير. طيب سيد يحيى العابد، يعني كانت نكبة كما أسميتموها أنت وضيفي أيضا من عدن ولم تكن ثورة، ولكن اليوم بعد ما وصل إليه الحال من سوء في اليمن وتحديدا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما هي إمكانية أن نشاهد ثورة حقيقية هذه المرة في محافظة صنعاء وهذه المرة ضد الحوثي؟ أعتقد أنه نعيش وضع سياسي متأزم بسبب عدم الثقة الموجودة لدى الأطراف السياسية. أعتقد أن الثورة في الوقت الحالي أو ما نسميه ثورة
مصطلح غير وارد في الوقت الحالي. ما مطلوب مننا الآن هو استفاف وطني. الحوثي يهدد الشمال، الحوثي يهدد الجنوب، الحوثي يهدد المياه الإقليمية، الحوثي يهدد الدول الجوار. ما يوجد لدينا مجلس القيادة الرئاسي يضم من خيرة رجال اليمن وأبطالها، وأعتقد أنه عندما تصطف كل القوى السياسية خلف هذا المجلس الرئاسي سنصل إلى نتيجة واحدة، بعيدا عن ما تسمى بالهدن، بعيدا عن ما تسمى بالاتفاقات، بعيدا عن كل كذبة يتحدث بها الإعلام الرسمي من أجل تخدير الشعب اليمني، وتحت أنه المرتبات وبيصرفوا المرتبات بالدولار وبيصرفوها بالسعودي، والقصص والخيالات هذه عليهم أن يكونوا واضحين مع الشعب اليمني، وعليهم أن يقولوا كلمتهم من أجل أن تحرر صنعاء. الحوثي كاذب في طول تعامله مع الشعب. الحوثي لم يكن صاحب مظلومية، الحوثي كان صاحب مشروع إيراني فارسي في المنطقة. الحوثي يلبي كذيل من أديال فارس. الحوثي لا يمتلك أي رؤية وطنية. الحوثي أفقد النسيج الاجتماعي رونقه وبهاءه وانتماءه وهويته وكل ما يمكن أن نسميه من اسم اليمن بشكل عام. فعلينا أن نتفق جميعا وأن نصطف جميعا في إطار واحد، وأن نبتعد عن منظومة التخوين وإلى ذلك. إذا أراد الإخوان المسلمين أن يكونوا جزء من هذا الموضوع عليهم أن يكونوا واضحين ويحددوا موقفهم من تيارات تركيا وقطر، وعليهم أن يكونوا جزء من هذا الاستفاف الذي يلبي تطلعات الشعب. المواطن في الجنوب يريد صنعاء أن تتحرر لأن الخطر يهدده. المواطن في الداخل يعاني من الحوثي وينتظر أن تتحرر. المقاومة الوطنية، العمالقة، أبطال الجنوب، أبطال الجيش الوطني، كل هذه المنظومات العسكرية الوطنية موجودة من أجل تلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني. وعلينا أن نتجه وندعم ونؤيد ونؤازر هذا الاتجاه إذا سار بهذا الاتجاه. وعلينا أن نكون شفافين أيضا ونقول الأعور أعور في عينه. لا يعني أنني عندما أقول الحقيقة في انتقاد إيجابي يخدم قضيتنا أنني أشق الصف الوطني. عندما يكون الصف الوطني متكامل، وعندما تكون القيادة ذات إرادة وطنية تلبي تطلعاتنا، فعد قد الكل جميعا معها. وإذا كان هناك خلل فلماذا لا نكشف هذا الخلل؟ طيب سيد فهد الخليفي، ما هدف القيادات الإخوانية من التذكير بهذه الثورة والتأكيد عليها وعلى أهميتها وضرورة الاحتفال بها، بدلا من طي صفحتها والتركيز على تلاحم القوى المناهضة للحوثي والتخلص من الحوثي المتسبب بالأزمة التي تعيشها البلاد؟ يا عزيزي، إذا حسبناها من مبدأ الربح والخسارة، فبالتأكيد حزب أو تنظيم أو حتى أشخاص استفادوا من هذه الثورة وأصبحوا من الشارع إلى سدة الحكم وحصولهم ربما على الأموال والسلطة والجاه والاعتبارات، فبالتأكيد سيحتفلون بهذا اليوم. أي إنسان يرون أنه يوم الصعد الذي نقلهم من الشارع إلى السلطة، يعني فبالتأكيد سيحتفلون. أنا أعقب على جزئية صغيرة على ما قال ضيفك الكريم. رأينا اليوم بالأمس 11 فبراير في هذه المناسبة تفجير 4 منازل جديدة في مديرية صرواح محافظة مارب من قبل الحوثيين. كيف تحتفل بيوم ثورة وأنت ترى منازل الشعب تدمر على أيدي هذه التنظيمات الحوثية الإرهابية التي أوصلتهم إلى الحكم؟ لا أعلم ماذا يريدون بالضبط. يعني ربما أن الحوثيين استغلوا تدمير هذه المنازل في تاريخ 11 فبراير أنها رسالة مبطلة، أن الثورة يجب أن يحتفل بها الحوثيين وليس غير الحوثيين. لا أرى فائدة أن تحتفل بها قوى مناهضة للحوثي. ماذا تريد أن تحتفل بيوم أوصل أخطر ميليشيات إرهابية في تاريخ اليمن، اللي هي ميليشيات الحوثي، ميليشيات طائفية إيديولوجية لا تؤمن بالمشاركة ولا بالعقيدة في المجتمع ولا بالاختلاف أطلاقا، لا تؤمن بذلك. فهم يحتفلون، الأهم أحق أن يحتفلون بهذه الثورة التي أوصلتهم إلى الحكم ونقلتهم من كهوف مران إلى صنعاء. أما من يحتفل بهذه الثورة وهو يرى المنازل تدمر وهو يرى الأمن ممزق والشعب ممزق والأمور منهكة إلى الآخر، فلا أعلم ماذا يريد. إنما ربما هي الاعتبارات شخصية أو الاعتبارات سياسية مع أقوى إقليمية استفادت من ما يسمى الربيع العربي، الذي بالتأكيد مثل ما قال ضيفه الكريم يدعمها التيار اليساري في حكومة سيء الذكر أوباما سابقا. فهم المستفيدون، ولا شك أنهم يحتفلون بذكرى أو بيوم أو بثورة أوصلتهم إلى أماكن لم يحلموا بها يوما. أما من كان لديه ذرة من الغيرة
ولمواجهة المشروع الإرهابي في صنعاء الذي تدعمه إيران وتدعم تلك التنظيمات الإرهابية، فلا أعتقد ولا أظن ولن يقبل أن يحتفل بيوم فقد فيه الشعب كبرياءه وكرامته واعتباره، بل وربما دينه. وسنرى ربما في المستقبل القريب أن هناك تغيير إيديولوجي ديموغرافي كبير تم في الشمال، خصوصا في مناطق سيطرة الحوثيين الذين اشتغلوا طوال السنوات الماضية إلى على أدلجة الآلاف من الأطفال الذين ربما اليوم هم كانوا في السابق أطفال فأصبحوا اليوم هم مقاتلين. هذا هي نتيجة هذه الثورة، لا أعلم بماذا يحتفلون، بنتيجة وصول الرافضة إلى الحكم، هذا الشيء لا يقبل. شكرا جزيلا لك من عدن فهد الخليفي المحلل السياسي، وشكرا جزيلا لضيفنا من القاهرة يحيى العبد المحلل السياسي. مشاهدينا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، شكرا لكم على كرم المتابعة وفي أمان الله.